تلفزيون الساحل بمناسبة الذكرى 54 لعيد الاستقلال الوطني. سنحاول خلال هذه الندوة تقييم مسار الدولة الموريتانية من النشأة وحتى اليوم مع استشراف المستقبل بطريقة علمية بعيدا عن العواطف والاتهامات بدون دليل. أتشرف باستضافة كوكبة ممن عاصروا بدايات الدولة واحتلوا مراكز متقدمة في دوائر صنع القرار، بالإضافة إلى باحثين ومهتمين بالشأن العام. أرحب بكل من الأستاذ حسن ولديدي، إداري ووزير سابق، أهلا وسهلا بكم معالي الوزير. كذلك الأستاذ علي العلاف، وزير سابق، أهلا وسهلا بكم. الأستاذ بلال الورزق، دبلوماسي وسفير سابق، أهلا وسهلا بكم. الأستاذ محمد نولي الشدو، محامي وأحد كبار المثقفين الموريتانيين وكذلك مهتم بالشأن العام، أهلا وسهلا بكم. الأستاذ عبد الله مامدوبا، باحث وكاتب صحفي، أهلا وسهلا بكم الأستاذ عبد الله. الأستاذ أحمد والبية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، أهلا وسهلا بكم. الأستاذ بلال الحمزة، أستاذ جامعي وخبير اجتماعي، أهلا وسهلا بكم أستاذ بلال. وكذلك الأستاذ واقع عثمان، أستاذ جامعي، أهلا وسهلا بكم. نبدأ مع الأستاذ حسني ولديدي. معالي الوزير، هناك طرح يطرحه البعض يقول إن الدولة الموريتانية ككيان لم تكن من صنع الموريتانيين وإنما كانت من صنع الفرنسيين، الفرنسيون هم من اختاروا أن تكون موريتانيا ولم يكن الموريتانيون ولم يكن اختيار الموريتانيين له كبير دور في ولادة هذه الدولة. أعتقد أن يتقرب الميكروفون، الطرح غير صحيح. ما من المنطق عن دولة أجنبية لهي تنشئ دولة أخرى في الوقت اللي كانت في حوزتها وتصرف فيها. أنا أعتقد عن الدولة الموريتانية صنع أولا التاريخ، لأن كما تعلم بعد الحرب الثانية بدأت الأمور تتغير وبدأت أفكار جديدة، أفكار الحرية والاستقلال تسود جميع من البلاد وإحنا من ذيك البلاد. ثانيا المجتمع الموريتاني طول تاريخه كان مهتم باستقلاليته، باستقلالية حضارته، ويرفض الاستعمار رفض. ثالثا هناك حركات وأحزاب بدأت تتحرك من أجل تصبح موريتانيا دولة مستقلة كالدول الأخرى. إذن اعترض تماما على من يدعي أن موريتانيا كدولة صنع فرنسي، وإنما صنع التاريخ وإرادة الشعب الموريتاني. واضح. أتحول إلى الأستاذ علي العلاف. مع الوزير الأستاذ علي العلاف، في نفس الطرح اللي طرحته على معالي الوزير حسني ولديدي، هو قال على أن الدولة الموريتانية كانت نتيجة إرادة الموريتانيين، لكنه قبل سنتين فقط من سنة 60 الموريتانيون صوتوا بنعم للبقاء ضمن دائرة المستعمرات الفرنسية. ألا يكفي هذا كدليل على أن إرادة الموريتانيين لم تكن حاضرة دين استقلالهم؟ لا أظن أن هذا دليل فصل حق. الموريتانيين وحدتهم أشياء قبل الاستقلال السياسي، ما حدهم الدين وما حدهم التواصل بين الأجناس المتفرقة اللي في المنطقة. وقد حد يقول لأن موريتانيا وما حولها كانت مجموعة موحدتها الحضارة وموحدها الدين. جاءوا الفرنسيين وعدلوا مستعمرة، وذيك المستعمرة نظامها
قارب الناس لين عاد حكما نواة للدولة، وطبت الناس على أنها وحدة تسير أمورها في نطاق النظام الاستعماري. والنظام الاستعماري فترة من الزمن بعد الحرب العالمية الثانية اسمح بعض من الحريات اللي خلقوا فيهم الأحزاب اللي قال الوزير سابقي، ونبتت في أفكار الناس فكرة الاستقلال. إيش وساهم عامين كيف قلت سابق الاستقلال، أكثريتهم زرقت ضد الخيار اللي طرحته فرنسا، الناس اللي جمعت واختارت مثلا الاستقلال في نطاق النظام اللي اقترح لجنرال دوغول، الأسباب واضحة. الأسباب على أن ذيك الفترة موريتانيا ما عندها وسيلة تقد تقوم تقوم تكون بها دولة قادة هي من نفسها تدافع عن نفسها، من ناحية الدفاع ومن ناحية مولي الاقتصاد ومن ناحية العطر، لأن العطر في ذيك الفترة وإحنا ذيك الساعة في الجامعة ما نشاك على العدد يوصل إلى 20 رجال، والإدارة فيها عدد قليل من الناس اللي كونت للترجمة الفرنسية، والظروف السياسية اللي خالقة ذيك الساعة حول موريتانيا اللي هم الدول اللي كانت عندها مطامع في موريتانيا خاصة المغرب، وقد حد قاعد يطلع وراء الشر اتفاقية كازابلانكا اللي كان فيها السودان اللي طامع طاشة من موريتانيا وبتأييد من سيكو توري، حد يعرف ذوك الظروف، يعرف لأن المجموعة اللي اختارت تبقى مع فرنسا هي اللي اختارت الطريق اللي بالتأكيد تقدر تقودها الاستقلال الحقيقي. هذا هو اللي ظاهر لأنه قد ينقل. كانت أسبابهم موضوعية إذا؟ أسباب موضوعية تماما، للبقاء ضمن الاستعمار، للبقاء ضمن فرنسا، ضمن دولة برهنت على أنها ما ترات قابل تم تستعمر الناس بالصفة اللي كانت تعرف، ودولة مولي من الدول الكبار مسؤولة مثلا ذاك الله تقول يقد حد يبني عليه ويقد يستقلوا ويوصل للدرجة من الاستقلال اللي دور فترة يقد يقوم بأموره. إذن سعادة السفير بلال، خيار الاستقلال الذي نالته موريتانيا سنة 1960 لم يكن لموريتانيا وحدها، وإنما هو خيار اتخذه ديغول شمل أغلب دول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. ألا يعني هذا أن الموريتانيين بالفعل وهبوا استقلالهم؟ لا، أنا كما قال وزير السابق والعميد وعميد علي العلاف سفير السابق، نعترض تماما على هذا الطرح. موريتانيا استقلالها بعد ما اختارته 1958 الاستفتاء اللي خلق صوته ضده، لا صوته علن خالق منظمة فيها قدر من الدول تعاون مع فرنسا، اللي كانوا مختاروا ذاك التعاون يتم مستمر اللي هو اللي قالوا لك الخلطار عن ذاك التعاون. أنا ذاك نحن كنا لا بدنا منه، اللي فهم مقومات كيف تمارن الدفاع، كيف الدفاع، كيف السياسة الخارجية، كنا لابد أن نملك التعاون بكل بنية. شوف عقب ذاك الطريق اللي قبلنا به الاستقلال، نحن كنا مطالبين دول أخرى، والطريق اللي نجحنا به كعضو في الأمم المتحدة تعرف عنه، كنا لابد أن من عون في ذيك الطريق ذيكية. لغير من يتخرص كيف قالوا لك العمل الشعب الموريتاني والاستعمار اللي خلق ضده تماما، وفهم توافق بين الشعب الموريتاني كامله على انه هذا الاستعمار رافضه ورافض ثقافته، وفهم ياسم الادله الدليل على ذلك من قد مثلا المقاومه يسوس مقاومه مثلا عسكريه وسوس مقاومه ثقافيه حق على ان هؤلاء الدول كاملهم نتيجه لمؤتمر برلين 1885 اللي قعدوا الغربيين
وزعوا هذه القاره الافريقيه كما يشاءون. هذا فعلا خادم. يغير بعد منين فاتخ له وعات موريتاني من قرعه فرنسا المقاومه الثقافيه العسكريه خلقت ونيه الاستغلال كانت قويه الى اقصى درجه. حتى الناس اللي انتهت 34 حتى الناس اللي كانت شينه عندها ما قدرت تقعد فيها، ما قدرت تقعد في استقلاليه موريتانيا لين استقلت 28 نوفمبر 1960. مع ان كانت فم اراده قويه وفم هم اللي يدلك على الاراده. منين نشوف الطريق اللي قبلوا بها هذا الجيل الاول اللي عدوا الاستقلال، الطريق اللي خلفوا بها نصارى في الولايات وفي المقاطعات، تعرف عن فم إرادة قوية. أنا الاستقلال الباني في كهيدي نعود في الابتدائية سنة فيها الأولى، حاجة اللي عن علم السيد المهدي رحمة الله عليه خلف نصراني كان في سيدي بابي عاده بلو، سيد أحمد الحبيب خلف واحد آخر كان في العم. سي إسماعيل رحمة الله عليه الجميع خلف واحد كان في كهيدي. منين نشوف الطريق الإرادة الموريتانية باش يخلفوا بها المستعمر، تعرف عن فم إرادة قوية. نفس الإرادة منين تشوف مع تأميم من فرما ومع مع مع لوقية، تشوف إرادة الشعب الموريتاني وأطر موريتاني الطريق اللي خلفوا بها النصارى في مثرما إنين عادت مثلا السنين، تعرف عنهم إرادة قوية للاستقلال والحرية والتقدم. واضح. الأستاذ محمد دن، ورجعنا شوي حتى للتجربة التاريخية، التجربة التاريخية في هذه الرقعة من الأرض ألا تثبت على انعدام ما يسمى بالممارسة الدولاتية؟ وبعض المؤرخين يطرحوا مثال المرابطون على أنهم عندما أرادوا قيام دولتهم انزاحوا شمالا. ألا يثبت هذا أن هذه الأرض هل هي فعلا الموريتانيون قادرون على تكوين وقيام دولة حقيقية بمعنى دولة؟ هل هم قادرون على هذا؟ غياب الممارسة الدولتية. أولا أنا أوافق على ما قاله الذين يتكلموا قبلي، ما أبقى الذي قالوا به اللي هو الحقيقة، وغير لهن نبه على تاريخ محدد. مؤتمر لاق تعرف وين انت؟ 58 غير في الشهر من 58 في شهر مايو. نعم. الزرقاء ويونون خلقين انت؟ خلق في آخر السنة. مؤتمر لاق كان هو اللقاء الذي التقت فيه جميع مكونات موريتاني، والتقت حول الوحدة وحول العمل من أجل توطيد هذا الكيان اللي قالوا موريتاني وتعدال منه دولة. يغير كيف قالوا القوم، هنالك طريقين، هناك طريق ودعناكم الولاية أنتم يا فرنسا احنا بلا غاية فيكم، هناك طريق احنا ندوروا استقلالنا. والعصر عاد مولي عصر الاستقلال به اللي عقب الحرب العالمية الثانية، والعالم كامل متحرك يدور الحرية ويدور الاستقلال ويدور التقدم. ولا تلات دولة استعمارية قاعدة من نفسها ما تلات عندها الكيفية. كانت هنالك أزمة، أزمة استعمارية. شنو معنى الأزمة؟ وهذا عيت نقوله مرات يغير بعض من زملائي ما يستنتولوا. الأزمة معناها يعود الحاكم غالب ويحكم والمحكوم ما بينحكم. هيك هي الأزمة. النصارى ما تلاقوا قادرين يحكموا المستعمرات، والمستعمرات ما تلاقوا قادرين يحكموا النصارى. وهنالك طريقتين، كانت إرادة الاستقلال حاضرة، كانت حاضرة. إما نتفاصلوا حنا وانتوما كيف اللي خلق في جيني، وتقعد عندها شو مثقفينها ارتاوا هذا ومشاو ذا الطريق، وإما لا هنا بقاوم سندين عليكم فاصلين فيكم نهارا للأسباب اللي قالوا القوم سابقي ونساو بعد من الأطماع، الأطماع السنغالية مع أخوتنا وأصدقائنا إلا أنهم زادهم. وخاصة كان هناك حزب يسعى لوحدة مع مالي، اتحاد مالي، الموريتانيا تعود عضو في اتحاد مالي، وكانت هناك الدعوة لانضمام المغرب، وكانت هناك مولي قدر من الأمور حول شرق موريتانيا إلى آخره اللي تعرفون شو منه مسلوخ من مالي قاع أخيرا عند سلخة لقري.
داو له دوله انه يكسع حقيقه وحكما قليل عنده مكونات دوله غير بعد نختار نحسبه عنده التاريخ اللي قالوا الخلطه المشترك بين مختلف المناطق ومختلف المكونات وعنده ملي تجارب دوليه تقريبا مفيده مع انها ما هي وحدويه هي تجارب الامارات والحكم في الامارات هي تجارب للسلطه ما عنده تجارب الدوله عقب المرابطيه غير عنده روايه خير من التجارب شنو هي اللي نقولها عنده قوه اراده رجاله اللي تحداوا للمهمه وهذه قوه الاراده معاها روايه نختار نذكرهم وهم اللي مشى لهم المسار الى 1978 الاخلاص والمعرفه بالنسبه لبعضهم شو المختار الدادا هذا سبقوه سياسيين موريتانيين وعقبوه سياسيين موريتانيين غير خالد قال واه نختار نبه عليهم مع اني كنت معارضه ولقد طريت ظلوا خيرا ابدا خالد قال واه اختار نبه عليه انه كان خالط مسالتين ما خلطهم حد الاصاله رفد اللوح ورد ورفق وعالج وانقل الاصاله كان ملم به ثانية تخرج من المدارس الفرنسية بأعلى الرتب ناس منهم يقول لحكم مالزن وحق قد خال عليهم غير ما قال محظور المرابط يرحمه قال عن خارج منطقة من مناطق موريتاني أنا عقلت عليه قاضي وعاد تقول له لا قاضي القاضي ناس عقلت عليه ملاز غير هو مشى عن تموليز وقاس المدارس الفرنسيه وقبض ليسانس وعاد محامي وتدرب في دكار اذا ذم خلطوا الاصاله والعصرنه يقر تجربه وخلطوا مختار واحد جاي مختار حله تبني راجل يبني حله وحله ما تبني راجل اضيف الى ذلك ان ياسر الناس اللي اعتمد عليها المختار ومعروفه سيد مختار الجاي جاجة صنبجم يعمل مولانا يرحمهم كاملين حمود والمحيميد الى اخره بول لنا يرحم الجميع هذه الناس انا عرفتها يشير جيتون للاستقلال جاي من الدار ومنين تشوف الدقيين يرحموا منين تشوفهم كاملين كلهم لابس الاستومبي ومعاه تركي ايديه قصار يرقب بقضف في هذه الرمال ذي هي بلد بورس ترافاي هو بلد رئاسة الجمهورية وما لكل ويت هي كانت بالبرلمان وينقز هو من هالساتة أول مجيهم من شورة الدار عنده دي شوفه هو اللي حركها تعرف هي مادة جادة لها هذا ومتباركة معاه وهام ما تعدلوا وهذه الإرادة اللي هي اللي مشاو لي ايوه فما سلتين أساسيات نختار نذكرهم باختصار يعني موافقة فما سلتين أساسيات واحدة التقشف معتمدين على التقشف واحترام المال العام تقشف فارطوا عليهم الظروف خايف شم ناس عود ما فارط تعود فارطوا عليهم الظروف عود عنده نفس الملوك وحالات المساكين اسمع هم ذاك ما هو خالق لهم ثانية المال العام محترم عندهم ذي يعرفوا القوم اللي قط المسألة الأساسية والثالثة والظاهر اللي عن المسار الموريتاني ما هو لا هي قد على حجرة ويستقر ما هو لا رجع له هي الفصل بين السلطة والمال بالنسبة لذاك المسار وذيك البداية كان مفصول بين السلطة والمال اللي منكم يبغي السلطة هنا فيها غير لا يمد يدور المال واللي منكم يبغي المال انا مستعد قال لهم مختار قال لهم احنا والبابا مستعد نتوجه له عند البنوك يسلفوا له الله يمشي عن السلطه على هذه الخطى كانت هناك رات استقلال واستقلينا وزينا شي وبنينا غير فعلا جات الكبوه خلقت 78 شكرا اذا الاستاذ عبد الله محمد دوبا ضم طرح ولا حيلك طرحه الاستاذ
الأستاذ محمد يحوي البريد اللي معروف، قال إنه خلال 50 سنة الماضية من قيام الدولة الموريتانية كان النظام الحاكم مهما كان شكله أو نمطه مدنيا عسكريا أحاديا تعدديا هو المرتب بلا منازع الضمان للدولة ووجودها وبقائها. هل هذا الطرح توافق هذا الطرح؟ شكرا. شكرا. في الحقيقة من الصعب أن يتحدث المرء عن نشأة الدولة الموريتانية وعن مسارها بحضور كوكبة من الآباء المؤسسين، ولكن أعتقد بأنه في الحقيقة عودة إلى السؤال الأول الذي جلتم به بين الملعوبين الأول، أنا أعتقد بأنه حان الأوان 54 سنة بعد الاستقلال أن نتخلص من عقدة النشأة، لأننا في الحقيقة نحن لم نكن الدولة الوحيدة التي نالت استقلالها بهذه الطريقة أو تلك. هنالك طريقتان لا ثالثة لهما، طريقة الكفاح المتسلح كما دفعت الجزائر، وبالمناسبة الاستعمار في الجزائر كان استعمارا مغايرا لأنه كان استعمارا استيطانيا، كان الغرض منه هو فرض فرنسا ثقافيا وحضاريا، بل وفرنسا تجذرت في الجزائر، ولاقتلاعها كان لابد من التضحية بالدم وبالرجال وبالمال وبكل شيء. أما نحن فكنا مستعمرة مرور، أي أننا كنا حلقة مرور بين مستعمرات لفرنسا في شمال إفريقيا وأخرى في غرب إفريقيا. لأن الأصالة التي تحدث عنها الأستاذ أحمد أولي شدو أعتقد بأنها هي التي كانت الحصن الحصين الذي تحصنت به موريتانيا لكي تظل بمنأى عن كل تلك المطبات التي حدثت عن الاستعمار. ولما جاء زمن الاستعمار كان هنالك رجال يعرفون بأن موريتانيا يجب أن تكون، وضحوا بكل شيء من أجل أن تكون موريتانيا، وضحوا بكل شيء من أجل أن تظل موريتانيا باقية بين محافل الأمم. ولهذا وحده ينبغي علينا أن نؤمن بموريتانيا، لأنها ولدت من العدم بعزم الرجال. يجب أن لا نكون ممن يصنفون بأنهم يعقون التاريخ، بأنهم يسبون الماضي، لأنها تضحيات، وهذه التضحيات يجب علينا أن نحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة. وبالتالي أعتقد بأن موريتانيا نالت استقلالها بجدارة، وبأنها فرضت نفسها بجدارة، لأنك إذا ما قارنتها بكل الدول التي مر عليها الاستعمار ستجد تراكمات على الأقل على مستوى البنى التحتية، وهذا ما لم يكن موجودا في موريتانيا. وإذا ما نظرت إلى موريتانيا سنة 1958 وإلى موريتانيا اليوم سترى بأننا قطعنا الكثير بفضل جيل آمن بهذا الوطن وبالمستقبل. وبالتالي أعتقد بأن عقدة النشأة يجب علينا أن نتجاوزها وأن نمضي على الأسس السليمة التي بنى عليها جيل المؤسسين هذا الوطن لكي نصل به إلى 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 بر الأمان. ثانيا أعتقد بأن عودة إلى السؤال، أنا أعتقد بأنه في كل الدول في كل المجتمعات يجب أن تكون هنالك سلطة حاكمة بغض النظر عن طبيعتها، سلطة مدنية، سلطة عسكرية، سلطة عادلة، سلطة جائرة، سلطة ديمقراطية، سلطة ديكتاتورية. أعتقد بأن السلطة هي مركز الدولة، ما دامت هي مركز الدولة أعتقد بأنه من الوارد بأن هي ضامن لوجود هذه المجتمع. نعم نعم، لا يمكن أن تتصور مجتمعا منظما بدون الدولة، ولا يمكن أن تتصور الدولة بدون تراتبية، ولا يمكن أن تتصور تراتبية بدون سلطة بغض النظر عن طبيعة تلك السلطة. لكن الدولة أشمل من السلطة. لا، الدولة هي الوعاء الذي يحتضن السلطة، ولكن لا يمكن أن تتصور دولة بغياب سلطة. نعم، لكن السلطة هنا هو الطرح أن السلطة متحكمة في كل شيء، هي التي ترتب كل شيء. قد تكون السلطة هي التي ترتب كل شيء من الناحية الفوقية، من الناحية السوبراستركتورال، من الناحية الفوقية، ولكن في الواقع المجتمع يرتب أموره من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، من الناحية الثقافية، من الناحية الاجتماعية، لكن السلطة مؤطر. أعتقد بأنه لا لا لا, لا أعتقد بأن 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 الأستاذ محمد يحطيه ولبريد الليل أطال الله عمره بثقب عقله وتجربته، لا أعتقد بأنه يتصور بأنه يمكن أن تتحدث عن موريتانيا عن أي دولة أخرى بغياب السلطة، لأنك إذا نفيت السلطة نفيت الدولة، لأن غياب السلطة يعني الفوضى، والفوضى عكس الدولة على الأقل على ما أتصور.
واضح. لكن على السلطة أن تكون نابعة من إرادة الشعب. من إرادة الشعب. وقد تكون السلطة غير نابعة ببعض الأحيان عن إرادة المجتمع، وتظل متمسكة لاستمرارية الدولة كما حدث في الدكتاتوريات في كثير من الدول في إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وغيرها. واضح الأستاذ عبد الله. الأستاذ أحمد والبيا، دكتور أحمد والبيا، عند تأسيس الدولة الموريتانية هل كان الاقتصاد في تلك الفترة واقتصاد بدائي جدا، هل كان يسمح من الناحية الاقتصادية، هل الاقتصاد يسمح بقيام دولة موريتانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أتشرف بمشاركة هذه النخبة من الآباء المؤسسين للدولة الموريتانية، وأتطفل في الإجابة على سؤال، وإن كنت أود أن تكون هنالك توطئة وجيب من خلالها على سؤال هل كانت موريتانيا مستعدة للاستقلال. أعتقد أن السؤال يجب أن يكون هل كانت موريتانيا في هذه الفترة التي استقلت كانت مهيئة، وليس سؤال هل موريتانيا تستحق الاستقلال، لأن موريتانيا تستحق الاستقلال، ولكن هل كانت مهيئة من الناحية الاقتصادية، هل كانت مهيئة من الناحية الاجتماعية، هذا هو السؤال. أسألك كمتخصص من الناحية الاقتصادية. من الناحية الاقتصادية هناك تلازم ما بين الناحية المسار السياسي والمسار الاقتصادي، لا يمكن أن تنفصم العراء ما بين الناحية الاقتصادية والناحية، هنالك تلازم دائما هنالك بين المسار السياسي والمسار الاقتصادي. تأسست الدولة الموريتانية سنة 1976، لا يوجد من البنية التحتية للدولة الموريتانية كيل واحد من الطرق البنية التحتية، لا توجد كيل واحد من الأسفل موجود في موريتانيا. غياب، لا يوجد نظام اقتصادي أصلا، لأن نظام الاقتصاد القائم كان في موريتانيا في تلك الفترة كان نظام قائم على مبدأ المبادلة، كان قائم على مبدأ اقتصاد مغلق، اقتصاد ريفي مغلق ما بين المزارع والمنمي يتبادل، ولم يكن هنالك نظام اقتصادي عصري بهذا الشكل. أعتقد أن الإجابة هل موريتانيا ليست بسيطة من البساطة حتى نصور أنها دولة نشأت من سنة 1960. هذا الشعب له تاريخ حضاري عريق جدا ضارب في قبل المرابطين. كانت هنالك إمارات وكان يسوس أموره، لم يكن الأمر هملا، لم يكن هنالك قضاء، هنالك مؤسسات سلطة، هنالك مؤسسات، لم يكن الأمر في البلاد الموريتانية كما يحلو البعض أن يسميها بلاد السيبة، لم تكن سيبة، هنالك نظام ثقافي، هنالك نظام اجتماعي، هنالك نظام سلطة، وكان موجود سواء كانت شكل في شكل إمارات أو تشكل في شكل تحالف قبائل أو تشكل بمجموعات من المجتمعات الإثنية المترابطة فيما بينها وشكلت نظام سياسي، كان موجود هذا النظام السياسي. فعلا لم يكن بالشكل الدولة المعاصرة الحديثة، ولكن الدولة، نعود إلى مسألة الدولة، ما هي الدولة؟ في القانون الجيوبوليتيك المعاصرة يعرفون الدولة أنها شعب، أرض، سلطة، نظام. هذه الأرض كانت موجودة والشعب موجود، ولكن فعلا كان النظام الذي تحدثنا عن النظام بشكل معاصر لم يكن موجود، سواء كان نظام اقتصادي أو نظام إداري. إذن الاقتصاد كان ضعيف جدا، ما في أي اقتصاد. هل يجوز أن نقول أن هنالك كان اقتصاد؟ لا يوجد اقتصاد أصلا. المجتمع الموريتاني قائم على اقتصاد ريفي مغلق، قائم على عملية تمادرية، لم تكن لفلرد قيمة النقود دخلت في موريتانيا بعد مجيء المستعمر الفرنسي، بدأت تدخل نظام النقد الجديد وبدأت تتغير في هذا، وبالتالي بدأت تتكسر شيء فشيء نظام الاقتصاد الريفي التقليدي، والذي سنتحدث عنه بعد عندما نتحدث عن آفاق الدولة الموريتانية المستقبلية. إذا شكرا. دكتور بلال الحمزة، هل كيان الموريتاني عند نشأته متناسق اجتماعيا؟ شكرا لإتاحة الفرصة. كيان الموريتاني هل هو متناسق عند نشأة الدولة؟ هذا هو السؤال. يعني عدو تفضل. هل الكيان الموريتاني عند النشأة كان متناسق اجتماعيا من الناحية الاجتماعية؟ من الناحية الاجتماعية الذي ينقال الموريتاني ما قد حد يردوا على أنه خلق الله الستينات اللي كانت موريتانيا موجودة في اللي قال حد من المتداخلين ظرف قبل الاستقلال، وكانت هذه الرقعة من التراب ساكنها الكثير من إذا بغيت نقول الإثنيات ولا بغيت نقول الجماعات اللي في الحقيقة على شكل قبائل وعلى شكل إثنيات وعلى شكل أعراق، غير ما سجل التاريخ أبدا أنها قطعات يكون منسجمة، ولا يسجل التاريخ أبدا عن كانت فهم حروب دامية مبنية على العرقية وعلى القبلية، غير فهم كانت حروب مبنية على الدين، معروف عن حرب شرببة مبنية على قضايا دينية واضحة أخبارها.
طبعا نقول دينيه معناها عقديه ونقول هيه، لكن شو نتعلق بالدين؟ ما فهم غير عرقي. ماني قايلها عن فم حرب عرقيه. انا بعد ما سجلتها في التاريخ، ولا رايت حد مولي مسجلها في التاريخ، لاني ماني مؤرخ. يا تاريخ الشعب الموريتاني يبين عنه كان منسجم، وكان متواصل، وكان فيه قدر من الولاءات اللي نسموه احنا الولاءات الاجتماعيه، معناها عن القبائل اللي كانت تعيش الاسباس اللي هو المجال الموريتاني. وطبعا المجال الموريتاني هون قبل حدود الاستعمار كانت موريتانيا الارض اللي ماشيه من هون لين داخل اعماق في المغرب، ومداخله في فازوال، وداخله في السنغال الى اللوغا، هذا كامل كان قالوا ارض موريتانيا. يغير منين تحدد حدود الدوله الحديثه وانقطعوا الحدود، حتى الشعوب اللي كانت ساكنه في ذي الاراضي وجدت نفسها منقسمه، مازال من واحدين المراعي عندهم مازال في التراب الموريتاني، والحسيان اللي يسكنون مازال في التراب الموريتاني، حتى لا مشاو يلوذوا المراعي في بلادات اخرى كيف مالي وكيف السنغال، ما ردهم وما رجعيتهم الا في الارض الموريتانيه الحديثه. هذا يعني ان الولاءات بين الشعوب والانسجام اللي كان موجود بين الشعوب كان فم اواصر، وكانت فم تجاره وتبادل اقتصادي يجعل الناس كلها فاصل في الثاني. الناس تلود الملح له، شور كدي تجيل، شور ندا غمشه، الناس تلود العرك له، ذوك الزرور فيهم 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 العرك، الناس تلود التجمخت، ذوك الزرور فيهم تجمخت. الناس كانت تتواصل وكانت تتجر، ولقد تسجل التاريخ انه يكون كانت في انسجام. والمشكل اللي يطرحه المؤرخين مارك والباحثين في مجال نشاه الدوله هو باسم الحيله مده كانت موجوده في ذا النوع من الانسجام، الين جاتها الدوله اللي يالله تعود تزيد انسجامها وتبني بنيتها، الين جاتها الدوله بدات الطائره بدات تتفرق، بدات كل مده تتحيز وتتخندق على الزر. يعني هذا سؤال يالله يعود جذري، يالله حد يجاوب عليه. يعني هم ولاء، هم مولى الدوله، لان الدوله ما كانت موجوده. انا ما نعرف قاع الولاء لمن، انا قلت مجموعه من الناس كانت تعيش في تراب مشتركه في التاريخ. نعم. ومشتركه حتى في العرق اللي الناس متداخله بيناتها. وهذا قلته في جماعه مالشي، قلت ان منين نبحث عن لي باترونيم اللي هما اللي نقولوا احنا تمجيده، منين نبحث عنه؟ اذا هو والي الشعب الموريتاني يتبادل التمجيده، انت تجبر واحدين ينقال لهم سوق وفاره، منين تسوي لهم؟ لو انا ما اشارك في شارع الكوار، تجبر واحدين ينقال لهم سي لو هما كوار، لقيت واحدين لو مالك ايش نقول سي دي بي لو واحدين ينقال. مثلا الموريتانيين بينهم شيء مشتركين في العرق، وبينهم شيء مشتركين في الدين، وبينهم شيء مشتركين في التراب، وبينهم شيء مشتركين في الولاءات، وبينهم شيء مشتركين في النعرات، وبينهم شيء مشتركين في التاشياخيت كيف نقولوا. ذوك الشيخ فلان تجبرت الماتو كامله متنوعه ولا في حد ضارب حد. هذا الانسجام، انا سؤالي هو هذا الانسجام السابق ما قبل الاستعمار، علاش بنينا مشعنا الاستعمار وجبرنا دولتنا الحديثه وبنيناها احنا الموريتاني، علاش ما انتم منسجمين؟ اللي فرقنا ذاك شنو؟ يلا حد يطرح السؤال ويعرف شنو. بعدين صارني في تجاوب عليه دار يعرفهم اللي دواه. مازلنا لهي نطرحوا السؤال، قال يعني قاعدين نقبل من عندك، اسمح لي لين نتصرف فيه، نقبل من عندك ونضيف السؤال اللي نطرحه على الدكتوره واقي عثمان. الدكتوره واقي نفس السؤال اللي طرحت على بلال، هل المجتمع الموريتاني منسجم اجتماعيا؟ السؤال الاول بالاضافه لسؤال بلال، لماذا كان هذا المجتمع فيه شبه انسجام؟ والله شيء اتت الدوله الموريتانيه انتهى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. اود في البدايه ان اشكر قناه الساحل على اتاحه هذه الفرصه لنتحدث عن كل هذه المشاكل او استقلال موريتانيا. في بدايه مداخلتي اود الى السؤال المطروح الاول، كيف اسست الدوله الموريتانيه؟ نحن نستطيع ان نقول في البدايه أن لدينا يعني نحن كجيل جديد نستطيع أن نقول بأنه كانت توجد دولة موريتانية ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال. يعني لما ننظر إلى تاريخ موريتانيا، دولة موريتانيا أو تراب موريتانيا، أو نقول دولة موريتانيا، كانت الدولة موجودة تأخذ يعني عبر التاريخ، يعني في عمق التاريخ. لكن تحت الاستعمار كانت الدولة الموريتانية دولة مستعمرة ومستغلة، يعني يستغلها الاستعمار، هذا أمر واحد. لكن في بداية الاستقلال
نرى أن يعني الاستعمار الفرنسي قد صور موريتانيا وقد صور الدولة الموريتانية نظريا، لكن ماديا لم تكن الدولة الموريتانية موجودة. وأفسر قولي، يعني مثلا نتذكر أن بداية الاستقلال أو بداية الاستقلال كان أول مجلس وزراء كان تحت الخيمة، يعني ماديا الدولة الموريتانية ما كان موجودة، ولا كان يوجد هنالك بنية تحتية إلى آخره، يعني دولة يعني قمنا من مستوى صفر إلى أن بنينا دولة يعني آخر، دولة ما بعد الاستقلال. يعني نظريا قبل الاستعمار، يعني قبل الاستقلال كان هنالك دولة موريتانية، يعني كان يستغلون الاستعمار، كنا يعني كان يستغل الحديد إلى آخره. لكن بعد الاستعمار قال يعني بعد الاستقلال قال يا قال الاستعمار هكذا يجب أن تصور الدولة الموريتانية. ونذكر وهنالك يعني ناس أكبر منا سنا يستطيع أن يقول في شيء أكثر منا، على أن أول مجلس وزراء كان تحت الخيمة. ومن هنا يعني الجيل الجديد، الجيل الذي يأتي مباشرة بعد الاستقلال، حاول أن يقوم رغم الأزمات، رغم الأزمات الاقتصادية، رغم الأزمات الاجتماعية، أن يبني دولة يعني على الناحية البنية التحتية إلى على الناحية البيروقراطية إلى آخره، وأن يؤسس دولة واضحة بما نسميه بمعنى الدولة الحديثة. ولكن بعد هذا هنالك رأينا أن هنالك فما نوع من الانقطاع، فما هنالك نوع من الأزمات الاجتماعية. يعني قبل الاستعمار، أنا أقول قبل الاستعمار كانت يعني الدولة الموريتانية في ساحة الأرض الموريتاني كان هنالك نوع من الحوار، نوع من التضامن بين كل المكونات الاجتماعية، كان هنالك نوع يعني من التنقل، نوع من المبادلات، نوع من التجارية إلى آخره. يعني لم تكن الجنوب أو لم يكن الجنوب يعني منقطع عن الشمال، كان هنالك نوع من الانسجام، نوع من يعني من الاتصال بين الجنوب. ونرى أن هنالك كان هنالك إمبراطوريات، إمبراطورية التكرور، إمبراطوريات أخرى يعني إلى آخره. يعني كان هنالك نوع يعني كان هنالك تجارة بين الجنوب والشمال إلى آخره. يعني هنالك نوع من التداخل بين المجتمعات، هنالك نوع من التداخل بين القبائل، هنالك نوع من التداخل بين كل المجتمعات، كما أشار إلى الأستاذ دكتور، هنالك يعني أسماء عائلية نجدها عند كل القبائل. مثلا أعطيكم مثال سيبي، هنالك مثال دوكي، هنالك مثال العديد من أسماء العائلات نجدها عند كل الأفراد. هنالك ما نسمي نوع من الانسجام الديني، نرى أن هنالك طرق صوفية مثلا الحموية، مثلا التيجانية، نجد فيها كل المكونات الموريتانية. بما أن أريد أن أقول في خلاصة قولي وفي النهاية، بما أن الاستعمار قد كان يعني تقسم أو تفصل بين المجتمعات الموريتانية والدولة الحديثة، نحن يعني بعد الاستقلال نرى أنه يوجد نوع يعني أن آثار تلك يعني السياسة التي أتت بها الاستعمار يعني تأثر على مجتمعنا، وكنا يكون هناك نوع من الفصل، هناك نوع من المشاكل الاجتماعية. يعني هذه المشاكل الاجتماعية تكون ما نسميه بالفرنسية le problème des états nouvellement indépendants، يعني هذا خلق الاستعمار، يعني هذه المشاكل خلقتها الاستعمار. يجب أن لا تكون تلك المشاكل، ويجب أن نرى موريتانيا موحدة كما كان المثل بالنسبة ما أحد ما قبل الاستعمار. لأن التفرقة صنعها الاستعمار ولم تكن موجودة. إذن التفرقة صنعها الاستعمار. التفرقة صنعها الاستعمار، يعني التفرقة ما كان موجود رغم كان يوجد هناك حروب. لكن هل عالج السؤال، هل عالج الموريتانيون؟ حاليا نحن نقول يعني بعد الاستقلال آثار تلك التفرقة كان موجودة، لكن يحاول الموريتانيون حسب السلطات، حسب السياسات، ان تعالج يعني هذا يعني ان تخلق نوعا من السلطه، نوعا من الموريتاني الموحد، يعني نوعا من التضامن بين كل مكونات. يعني نحن الوحده الوطنيه يعني شيء يجب ان نصنعها في هذا الموريتاني. يعني موريتانيا ما بعد 50 سنة من الاستقلال يجب ان ننظر موريتانيا براي اخر، هذا الرأي الذي لا يكون رأي المستعمر. شكرا. إذن الوزير حسني، المرحلة الأولى يمكن أن نقول المرحلة الأولى من نظام الحكم في موريتانيا، المرحلة الأولى من عمر الدولة الموريتانية تمتد تقريبا من سنة 60 حتى سنة 78، أول انقلاب عسكري شهدته موريتانيا على الرئيس المؤسس المختار الدادة. تقييم هذه من 57، يقول لي الوزير علي، من 57 ل 78
هذه المرحلة الأولى اللي هو مرحلة المفروض أنها تعود مرحلة بناء، ألم تصطدم هذه المرحلة بتجذر النظام القبلي في المجتمع الموريتاني، تجذر النظام القبلي بشكل متين، وبالتالي فشل النظام في إقناع الفرد الموريتاني بالولاء للدولة لا للقبيلة. شكرا. قبل كل شيء كنت نثني على شيء قالوا الأخ عبد الله، أن يلا شيء ما نتنساو الماضي ونخلصوا إلى الأمام. الصيغة اللي احنا متوافقين كاملين عن موريتانيين كانوا مستجمين آنذاك، كانوا مجابرين ما بينهم، ولا كانت بين حروب على أساس عرقي. يعني للأسف التاريخ تغير، وإذا مات هنا عندنا مش يلا نخلصوا اليوم شنو هي الأمراض ونخلصوا الصيغة اللي نعالجوها بها. أنا كان لي الحظ إني عشت مع المختار داداك رئيس سنوات كموظف وكوزير. كنت وزير طريق الأمل أعتقد. كنت وزير العدل. أول وزارة. كنت وزير العدل. كنت وزير التجارة والنقل والسياحة مع المختار داداك. وبدأت كوزير مكلف بناء طريق الأمل. لكني بعدها كنت وزير العدل وكنت وزير التجارة والنقل، وعشت مع الآخرين اللي جاورة. وأهلي عن هذا الطرح اللي طرحته ما كان فيه موقف واضح. جاءت ترى من زمن المختار داداه حاول أنه يغطي القبلي، وقام بجهود حقيقية اياك الموريتاني يتخطاوا هاي الشكل المتفرقية، ولكن جابهم مشاكل اخرى. واهلي عنها مات حد بعد يقد يجمع ويقول عنه القبيله الفلانيه لا يتجمع ويطبق له عليهم. ما كان حد يقد يتعمد يقول عن القبيله الفلانيه غنى لا يجمع الصبح وداعي الناس كامله تجينا. لا شك عنهم شخصيات يحاولوا عنه يستغلوا القبيله كقوه سياسية تدعمهم. يعني ما كان حد أبدا يقد يجي ويقول لا تقد قبيلة تقول احنا أرانا القبيلة الفلانية نهار الفلاني لا يجتمع في البلد الفلاني وتدعي جميع القبائل. أنا أعتقد أن المختار بالرغم من المشاكل اللي بدأ فيهم والتناقضات اللي الحق أمامه حاول أنه يبني دولة، يبني وطن. أقام هذه تقول الدولة ما أقبلها شحانين به. كانوا السلطة، كان الكيان حق تبني ما معناها قبال ماني وطن. المهم عندي عن قضية القبلية هي اللي مانعة ذا المجتمع أن ينسجم فيما بينهم. يعود الإنسان يتوكل على المواطن بدل يتوكل على ذويه ولو إذا كانوا ظالمين. إذن نعرف عن القبلية كيف نقول انتار نعم خلل في بنيتنا وبنية دولتنا. بعد المختار داداه وكيف قلت لكم عشت مع الرؤساء الآخرين كوزير كامل اللي جاء لينشول بعد المختار الداد تقييم المراحل اللي بعد المختار الداد المرحلة العسكرية. إذا زمن المختار حاول المختار أنه يقضي للقبلية. المختار وحده والله نظام كامل. أنا واهلي عنكم عن هذا التفرقة اللي تعدلوا. واهلي عن حقيقة الأمر. أي نظام موجود في الدول اللي ذنبتها اللي ما عندها كيان إداري قديم تاريخي. الرأس هو اللي يحدد الإرادة. إذا من يعود الرأس صالح يقد يحقق شيء. ما كان حد موظف يقد يقول عنه يستعمله. يلا نتفاهموا. ما نقد أنا نقول علنيا وأنا موظف الدولة أنا ماشي بيا اللي قبيلتي مجمعة. لا. وهذا
وغرك ما يقولها علنيا يا قري عبد الهبل. انا قلت لك يعني قلت لك حاجه اليوم ما شاهد احد ولا هم اليوم ما هم من الراجل ولا هم اللي سابقوا من عقب المختار بدت القبليه ترجع عاد كل ولا في احد مستحم يقولها وعاد كل وكل يتهم الاخر بالقبيله وكل قبيله فلان تقول احنا القبيله ذيك فلان يوم ضم قتله ولا يوم حضرت له. والتعيين ذيك الساعه معالي الوزير ما كان تلعب فيه القبليه والجهويه دور. اسمعني اتكلم لك في القبليه. انا شاركت في حكومه فيها اربعه من عشيرتي. قد نسميهم له اربعه من عشيرتي. وفيها اثنين اخوت زمن المختار قد نسميهم له. معناها القضيه ما هو منطلق من التوازن القبلي وانما منطلق من الكفاءه حسب تقويمه هو للرجال. ما قلت له عنده عدم الكفاءه تحوم تقويمه هو للرجال. الرجال ما عنده مشكله. مولاي عبد المؤمن كان وزير واخوه محمد وزير. عبد الله كان وزير وداداه وهو واخوه رئيس ذاك الاخر. انا ومعايا ثلاثه اخرين من العشر اللي انا منهم. معناها عن مش عنها انا اعتقد اذا عندي نقطتين هم اللي خلينا نقول هي اولا اني شاطر تماما ان اذا من تخرص اللور تخرص اللورا بتنهار عني من اللي ما عندنا في شيء التاريخ ما عندنا في شيء ما عندنا شيء احنا ما قدرنا نرجع الصيبه اللي كانت الناس مستجمه بها ولا الصيبه اللي كانت الروابط اللي كانت موجوده حبه ذلك وكنا يا غير بقينا كرانا ما تينا قد نرسل لها لا بد من عدو بنية جديدة حسب الظروف حسب تطور التاريخ حسب عن جميع ياس من الناس كانوا له حقوق وكان ما هو واعيهم واليوم معاهم عادي دورهم كانوا واحدين رايين ياسر بهم اللي قراء والله بهم كانوا قريب الحكم خالدين جماعة خرات قرات وعادت واعية إذن هاي التطورات لابد من ناخذهم بعين الاعتبار ونبنوا عليهم ولا نبنوا عليه ان قطينا بزمن الفايت كنا منسجمين وكنا مجابرين لا هذا مع الاسف ما عندنا في شيء هذا هو اذا هاي اذا فكرتي هاي الاولى الثانيه اني انا معارض تماما روح القبليه ومعارضها السابق مشكله القوميات ويوك هاو النقص بغيت نتكلم عليه نتكلم عنه واضح. مع الوزير علي انتم كنتوا وزير في حكومه المختار الداده اذا في المرحله الاولى من الدوله الموريتانيه هل المجتمع الموريتاني ذيك الساعه حاولتوا انتم كحكومه والجهاز الاداري كامل والسلطه بشتى اجهزتها على انها فعلا تقضي على القبيله وعلى ان المشكله كانت من الفرد الموريتاني والله لماذا فشلت في القضاء على القبيله وتاثيرها؟ طبعا القبيله والجهه وغيرها من الامراض الاجتماعيه. لا نزيد على اللي قال الوزير سابقي معلومات اساسيه هو لان المختار قضى على الشيوخ القبائل قضى عليهم بقرار من الدوله لان الشيوخ القبائل انتهوا بعد وفاة الموجودين منهم والدولة ما هي معترفة بمسؤولية شيوخ القبائل. إذن هذه أول قرار انقضى. القرار الثاني وذكر الموجودين ما زال على قيد الحياة تتعاطاهم معهم كمشايخ والله كشيوخ من قدر احترام هو خارج السياسة قبضها المختار في البداية معالج مشاكل هذا المجتمع هو مرافقة مثلا التغيير مع أنه قرار يقطع به المسألة نهائيا يا غير يتم متافقها ويغيرها تدرج سمعت هذا واحد من ذوك القرارات ومهم به اللي من عنده شيوخ القبائل ما تات عندهم سلطة وتعرف أن القبائل في موريتاني ما هم كيف القبائل في اليمن ما هم التضامن بينهم ما هو ذي اللي يقولوا الاجتماعيين التضامن الميكانيكي الفرد الموريتاني حر في نفسه والشيخ القبيلة ما يشيخ فيه ما هو منين يعود
ذاك مصلحته. إذا القبيلة ما هي لاحقة من المتن اللي تعتن على أفرادها، أفرادها كلها مسؤول عن حياته. والشيخ شيوخهم مثلا حكما زارقين عليهم، ما هو ما هو ما هو قد ما هو ما هو ما هو هي مؤسسة دائمة الشخص معين ولا العائلة معين، دائما فما قضايا ذكي. ثانيا ما ننسى على ان خالق اجتماع خلق هون في الترازة 75 معدل الأمير قبل حرب الصحراء والله بقى وضفات خرجت سابقها الموظفين اللي قاسوها ونقزوا كاملين يوم اللي ما الله يحضروا القضية يجمع قبيلة. هذا مع اللي قال الوزير متمم مثلا الأفكار اللي ايش قضية القبيلة. إذا كان خيار مواجهة القبلية والجوية وغيرها من الأمراض موجود، قدمته للمواطن بديل عنه عن القبيلة جهة المواطن الشريحة. ما هو واعر عليه المجتمع مجتمع مسلم، وكان القضاء فيه وتساوي الناس أمام القضاء قضية مقبولة من مجتمع كامل. وذي الفترة كيف قالوا لك الدولة ما ما ما, ما تعامل مثلا الأطر وتعامل الناس اللي محتاجة للدولة والله عندها معها علاقة تعاملهم كمواطنين في نفس المستوى من الحقوق. إذا المجتمع يتقبل ذا النوع من الأشياء بدون مشكلة. ظاهر اللي أعلن فهم ملاحظتين الله تنقاله في الاتجاه القبلية اللي متنها والله مرجعها الحكام الستم بوليتيك مثلا هو اللي رجعها بها اللي تسمح له بمراقبة مثلا المواطنين باللي يختارهم يعود معاه ويختار يعود عاتن عليهم بوسطاء يقدوا اللي منهم سيطر على قبيله واللي منهم سيطر على فخذ واللي منهم عنده سمعة بليد ذا اللي منهم كان محتاج للدولة يطلب منه يعود معاه جبح من الناس وخاصة أولاد عمه إلى قد يزيدهم يسوى. هذا سياسة وتبعد من عاقب المخطأ بعد 78 أولو سلطة ما كانوا معاكم في حزب الشعب. ما نقدر نقول لك انهم بدؤوا في عقاب الستينات. ها عقاب الستينات المؤتمر هذا قاعد نرف فرنسا خارج مؤتمر الحزب 68 مؤتمر يقدين قال انه في مستوى مؤتمرات الاحزاب وشاركوا فيه المواطنين بصفه تامه. مثلا موريتانيا كاملة تمثلت في ذاك المؤتمر. غير بعد كان تمثيلها في حزب الشعب على أساس ماذا؟ على أساس قبيلي على أساس لا ما هو على أساس قبيلي على أساس لجان محلية كلها تعدل مناديب كلها عنده تقرير جايبه من عند اللجنة اللي جاي من عندها مشاركة في الحزب وهذا حضرنا له والناس شاركت كاملة بصفة صريحة في ذاك المؤتمر. يا قير عاقبه بدأت الناس بدأت على كل جهة بدأت الناس اللي تطالب بالحرية والناس اللي عندها مواقف سياسية الكادحين بدأوا 68 والنزعات بدأت عاقب ذا المؤتمر خاصة. إذا بعض هذا اللي هام نقول لأن الحكومات هي العدلة القبلية معناها متنتها خرجتها عن الدور اللي أصلا كانت تقوم به وكان مقبول في زمن مختار. وظاهر اللي علن مات ليقل رجعها لذاك اللي كانت فيه ما هو شيء مسقم قادة تقبله أي الديمقراطية
اللي هي لله تسمح للجميع. هي لله تسمح مثلا للناس تشعر لانها خالق تورث اخرى تقدر توصل بها لحقوقها وتقدر تشارك بها ما هي القبليه. وذاك منين يخلق تقد شاعم في الشعر القبلية تبعاد. سابق نوفا نختار نرجع لقضية الاقتصاد ونذكركم على 69 59 بدجت موريتانيا ديك الساعة اللي وافقت عليها الحكومة مليارين من الفرنك الفرنسي الفرنك الفرنسي، واحد منهم محصلته موريتاني من انت ناتجها، وواحد اعطيته فرنسا، وسابق ذاك كانت مليارين، وسابق ذاك كانت موريتاني ينقال لها الساندريون دي لافريك دي الويست، مثلا البي معناها البلد اللي اكثر هو اكثر الدول اكثر المستعمرات فقر. سمعتم؟ ومن ناحية النزعة مثلا الاستقلالية، لا نذكر أن 64 المختار خايف على تعود فرنسا متحكمة في الموظفين الموريتانيين، هذا اللي كان تعطي اللي يندار في, 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 في المالية صعب على موريتانيا تعود دولة بها اللي كانت إمارات، والإمارات ما فيهم اللي مستعد قابل الأخرى ومستعد يبني معاها دولة بحسب اللي مفهوم للتاريخ في ذيك الفترة. أبطل ملاحظة. إذن أستاذ بلال، الدولة الموريتانية من سنة 60 إلى 78 قامت على نظرية الحزب الواحد، 61 إلى 78 قامت على نظرية الحزب الواحد، وغابت الديمقراطية تماما، وما كان حد شاد أخبار الديمقراطية. يعني خرجت الحركات عقبها في نهاية الستينات وخرجت السبعينات وخرجت طارحة أخرى. طيب غياب الديمقراطية ألم يشكل عقبة كأداة في وجه قيام الدولة؟ وعاد بالتالي جذرة القبيلة، جذرة الجهة، جذر كل شيء. لا العكس تماما، العكس تماما. به اللي حزب الشعب كانت فيه الآراء كاملة، وفيهم اللي غدر من الأحزاب هم اللي اجتموا وعدلوا ذاك الحزب. وفيه مثال، احنا هذيك الساعه كنا من الشباب اللي معارض، انا محمد بن الشدويه، وفيه مثال يقول ما تقدروا تشاهروا بالمعارضه، نشاهروا بها بعد ونتظاهروا، نحبسوا نتظاهروا والسجن ورواقيش، نحبسوا وننطرسوا. غير على سبيل المثال نقول لك على انه فيه قرارات يقبضهم حزب الشعب ذيك الساعه، منين يقبضوا؟ فيه واحدين من المناديب يقولوا للمختار رحمه الله عليه، يقولوا له هذا لا هو اللي كانوا يدوروا الكادحين، لا تمروا لنا اللي يدوروا الكادحين. مثلا على هذه الفتره في الحقيقه مختار دادا رحمه الله عليه، وهذا الجيل اللي بنى معاه موريتاني ما تقدر تخلص لهم لذاك الزمن. ذاك هو قال له عاده ما فهم حزب واحد، وهو اللي لا يعمق مثلا الوطنيه في الموريتاني وينزع منهم القبليه انتزعت تماما من موريتاني. قبلية 1975 نقول لك أنا عن قبلية حكما ما تأتى موريتانيا انتزعت تماما، والدرس منها التالي هو اللي قالكم عليه، تجمع اللي خلق في ترارزة ونقبل فيه عقوبات تقدر من الناس. غير مع الأسف حتى الجهوية والقبلية والمشاكل اللي يقول لك بين لوكور البيان خلقت صدمة شوي 1966، وسوات في شهرين والله لا، ولا مات حد ولا نحبس حد ولا وعذب رقاش عقب ذاك السجمة. هم 19 انسان وقعوا على بيان وحبسوا. لا ما هو الحبس اللي نقوله اليوم، هاي 19 اللي وقعت شو ما فيها رقاش مات ولا فيها رقاش وعذب، ما قلت اجبر دليل عنه عذب منها رقاش والله عنه مات، وهي صعب هي معناها عنه. المهم على ان لا الجهوية ولا القبلية ولا بين العناصر ما تفهم مشكلة.
و75 نقول لك انا عموري ثاني قال لي قالوا لي داره كيف نقولوا اللي جاب لك قلمك هو اللي تجبر بيلي كيف قلت لك حتى الوظيفه العموميه في الشيبان مسرق لها قال له كما رصيد بوبو ما يقدر لقاش دفعه خالت من المدرسه الوطنيه للاداره والله مدرسه تكوين معلمين ونوخذ انا هو الاول فيها ورايا 10 رواقيش لكن اللي رقم 10 ما فيه مو اللي قد يجي فوقي ابدا هذا من مثل العداله في الاداره معناها انه عند 1975 بدات موريتانيا تمشي على السلم صحيحه غير منين خرصوا كاع الجهويه اللي ردها اللجنه العسكريه الاولى خلقتها موريتانيا هذه يارت نقول هم اللي بكل صراحه لين شوف لا تنقال يوم 10 يوليو قصدك الانقاذ لين شوف لا يوم 10 يوليو 1978 على سبيل المثال لحقوا ولايات موريتانيا معدلهم المختار رحمه الله عليه قال النعمين قال الولايه رقم 1 وترارز الولايه رقم 7 وادرار الولايه رقم ترارز رقم 6 ادرار 7 فهم قالوا لا نحن لا نرد الولايات بتسميتهم لاصيل الولايه الاولى لا نقولوها الحوض الشرقي والولايه الثانيه نقول الحوض الغربي وترارز لا نقولها ترارز وادرار لا نقول الوادرار هذا هو الاول شيء رد بعد كاع الجهويه ودخلت معها القبيليه الا على المولي منين خلقت المولي الديمقراطيه الوسائل اللي عاد تعمل بها القبيليه السلبيه حتى القبيليه زمن مختار احسن تعميل من التعميلها منين فات خلقت المولي الديمقراطيه وبين نحن مع روسنا كبيران يلا ما نكذبوا على روسنا نعرفوا عن القبيليه هذه عنها ما يخالي ونعرفوا عن القبيله فيها رقاش واحد هو اللي عنده مردوديه القبيله كامله و90% منها الى خبط التوتة ما يصد عليها رقاش هذا نعرفه معناها عنه فهم اشكاليه مانعه عنا نحن ما بين عن الديمقراطيه هي اللي وسانا مكانطين في القبليه بالرغم على انها ماتت عندها مردوديه ومعاذ الولي ومعاذ الولي هذا الطرح اللي تطرحه عن القبيله معاذ الولي الفرد اكثر هو للقبيله من لا ما هو اكثر هو القبيله اليوم الناس تجبر قبيله كلها شايف قلب الاخر افراد قبيله واحده كلها راي في قلب الاخر وعدل يعدي فيك واللي عمك ظهرك في القبيله المشكلة على انها كيف قلت لك تعميلها اليوم ما هو صالح يدلاش يدل عن مدة تكذب على روسها وتقول عن القبيلة لا هي الخالقة وهي في الحقيقة اليوم بحكم ما كانت خالقة. واضح شكرا. الأستاذ محمد أنتم كنتوا ذيك الساعة من أوائل الشباب اللي تعاطوا العامل السري لأنكم كنتم معارضين فترة من الفترات وكنتوا في اجتماع شهير قالوا اجتماعتكم هذه أعتقد سنة 68 وسبق ذلك طبعا تحرك عدلتوا ذا كامل يدفعكم له انكم حرياتكم مصادره نتيجه قيام حزب واحد اللي صنت لا ذاك اللي قال الرئيس وذاك اللي قالت الحكومه غياب الحريات وفرض على الناس حزب واحد الا يدفع على التمترس خلف ذا كامل خلف القبيله خلف الجهه خلف كل شيء ويمنع قيام دوله حقيقيه بمعنى مؤسسات نعم انا ظاهر لي عن اللجوء للحزب الواحد يا فرنسا مشيت من هون كانت في موريتانيا اللي قالوا النظام البرلماني واللي البرلمان عنده شمس السلطات ورئيس الوزراء عنده شيء والرئيس قاع منه ما هو خالق ولجوء موريتاني سنة أعتقد 63 سنة 61 دستور 61 لجوء موريتاني للنظام الرئاسي وإحلال محل النظام البرلماني وبعد ذلك أعتقد في 63 ولا 64 عندما أصبح حزب الشعب 65 حزب الدستوري هذا كامل له أسباب والأسباب أساسا تتمثل في النقطة اللي تكلموا عليها الإخوة قبلي وخاصة الوزراء وسعادة السفير شن هي الصراع بين السلطة المركزية والقبائل والإمارات هذا هو أساس ذا التوجه ونختار نذكر بأن سبب سقوط الزعيم أحمد والحرمة في الانتخابات كان عدم مرونته تجاه
رجال القبائل والأمراء، مع أنهم اللي قوموا النخبة خارج ذيك الساعة ما علاقات معها ما كانت وطيدة حتى. والمختار كان مرن معاهم، والمختار كان مرن معاهم. جايك جايك هذا هو السبب اللي واسع نجاح سيد المختار يرحم الجميع على أحمد في استحقاقين متتاليين صار، وخاصة الأول منهم. المختار من الأمور اللي نجح فيها هو عملية كر وفر مع القبائل ومع الأمراء موريتانيا الأعماق والموريتانيا التقليدية إلى آخره، وبين معاه عدى ياسر من الأيام يتقدم بثلاثة. شوف احنا متفقدين والقوم متفقدين، الحزب الاشتراكي الإسلامي راكم متفقدين، الحزب الاشتراكي الإسلامي كان حزب يتمترس وراه قدر من هذه القوة ومعارض لحزب الشعب، قدر من المشايخ التقليديين وميدوا شم الناس ياسر من الناس. ثم جاءت سياسات آخرها اللي تكلموا لها عن القوم، وأنا ندور نضيف شيء آخر، اجتماع أوليق، اجتماع أوليق اللي تكلموا لك عنه، حصرت أوليق ذاك اللي عد الموظفين مشهور غير هم اللي فهم روايات خرات. آخر تنصيب وعد حزب الشعب بحضور أحمد محمد صالح في باسكنو لأول مرة أعتقد 75 لأول مرة عقب الميثاق، لأول مرة يعين من عام القسم الحزب باسكنو ما هو الرئيس والله الأمير. ما هو قصدك الأمير في ذيك المنطقة؟ أمير في ذيك المنطقة، ما هو أمير في ذيك المنطقة، وخيرت به غير إذا بعض صراع ذيمه. أضيف إلى ذلك ميثاق حزب الشعب 75، ميثاق ينص على محاربة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. 75 ميثاق ينص على محاربة الإنسان لأخيه الإنسان. هو هم من 73 هم هذا مديور فيه مديور فيه العبودية، بقايا العبودية وإن كانت إكسافات تحطمت بفعل الحركة الشبابية الواسعة لعمتها لموريتانيا كامل، وبفعل مولي وإذا قلت مرات الجنرال الجفاف اللي قضى له لا 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 اسلوب الانتاج الريفي اللي كان وهجرت الناس الريف جار المدينه. وهجرت الناس الريف كيف قال لك بلال صاد السفير؟ انا عندي صديق قال له احمد ولا عبد القادر معروف وعشنا كل شيء تقريبا، ما عرفت قبيلته ما هو عاقب 78 جابر 62 والله 61 وعشنا إلينا 78 بعد 78 جانب 79 حد الدنيا تنعرف قبيلة ولا فينا حد سؤال عن قبيلة حد. ثم الصمسال هيك حركة الشباب الخلق ذيك ساعة قضات على القبلية والجهوية غير ما اللي قضات على العنصرية والحبس اللي تكلم ما دفعكم لها الكبت جاية حبس لديزناف والجماعة الجماعة الأخرى اللي معاهم، وأنا كنت من الجماعة اللي معاهم، خلق فيه شيء أنا كتبت عنه غير الناس ما تكلم عنه والله ما فهمته والله ما منين جاين البومديد بعد أحداث 66 بعد أحداث 66 منين جاين البومديد لحقنا فيه ماملي هو الحاكم وقرية فيها عندي أنها دارين في الصحراء وإحنا وحدين من أولاد الصحراء ويعرفوه وحدين أولاد الضفة والنهر صحراء ما يعرفوه وخلعوا خلعهم الحمان وخلعهم من بداية الصيف
وعدلوا الإضراب، وقالوا عنهم معدلين إضراب شامل إلين يكحزوا مذم. النهار الثاني والله الثالث تعرفوا اللي خلق، وهي رواية تحطها الناس كامل، جماعة البيران المكرودة عدلت رسالة وجابتها المامري ومبلطوا عينيه عنها داخل زادية في إضراب شامل ساب ما ولباو مطالب الجماعة. والمختار كان مع كل، رغم كل شيء كان رجل حوار وتنازلات، ولا باتوا ذيك الليلة فهم قاس بهم هم العيون وبقينا احنا وبوم دي. وعد واول جبار جابرنا هو احنا توادعنا كلنا محتضن لاخر، اول جبار جابرنا هون في القصر حلت جميع المشاكل بيننا. طيب الاستاذ انتم اذا لماذا عارضتم؟ نقولوا لك وجئتوا للعمل السري نقولوا لك نقولوا لك نقولوا لك عارضنا، وهذا قلت مرات خلافات بين نحن والمختار وربما الاخوه اللي مع المختار تتمثل في راس المال، تمثل معناها في الربح، ما تمثل في راس المال. راس المال مطمئنين له الدوله الموريتانيه ما لاحق شيء نعرف عنها، ولا عندهم مشكله وفيدين امينه. غير قلنا احنا ان نقدروا نربحوا ياسر، وقال واحد منهم ان ما نقدروا نربحوا ما هو شوي. ومن ذيك الامور خمس روايات انطرحت ذيك الساعه طرحناها. اطرحنا الحريات الديمقراطيه والقضاء على الحزب الواحد، وخاصه القضاء على هيمنه اللي يتامل النقابات. اطرحنا تاميم الثرماء، وطرحنا مراجعه الاتفاقيات مع فرنسا وتعديل العمله، وطرحنا ترسيم اللغه العربيه وكتابه اللغات الاخرى، وطرحنا تحسين احوال الشعب خاصه ان الجفاف مسنتيك ساعة. هذه هم النقاط الخمسه اللي كنا مختلفين عليها. شي من حزب الشعب وعندنا احنا ساعة في تحليلاتنا نقولوا عن يسار الحزب انه الى جانب الحوار، نطرحنا الحوار فينا واحدين فعلا ما هم عاقلين والله سرعوا 63 ذيك الاصلاحات اللي خلقت قال لا 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 محمد الشيخ، محمد الشيخ وكان الإمام وفاو تقريبا رحمة الله عليهما سنة 66 وصفاهم يمين الحزب 66 غير بقاش من الناس في الحزب. لهذا كنا نقول انه احد حلفائنا من اليسار، وحتى حمدي المكناس وياسر وكنا نقولوا عن جماعه اخرى نقولوا احنا برئاسه احمد، احمد ولا محمد صالح انها تشكل اليمين، وهذا كامل شيء واحد. والخلاف ما على راس المال، الخلاف ذيك الساعه على الربح، خلاف على الربح. وفعلا شيئا فشيئا اتجهوا شور ذا اللي دعيناهم له. وقلت لك 63 ثلاثة معناها 70 واحدين من نحن، ونحن نشتغلوا بالطبع تحت السريه ذيك الساعه، قالوا عن الاصلاحات اللي وعدتنا بلا فائده والهدف منها افشال الثوره وكذا، ومشاو قاعلين علنوا انهم لا يعدلوا النضال المسلح. والشيء اللي رفضوا الجماعات الاخرات منا، وعقبت اكدت الشين قالوا سياسه الوحده الوطنيه والجبهه الوطنيه ضد الاستعمار من اجل حمايه الاصلاحات الخليج 73 غير مولي من اجل تجذيرها الى الضم تأميم من الفرماء. وكيف قال لك الأستاذ معالي الوزير، الاستغناء عن المليار اللي كانت تعطي فرنسا سنة 63 برهان ساطع لإرادة الاستقلال وحرية القرار. وعدوا ديك الساعة شي العضابط قال له لا بوليتيك دلا هش قادوم تقطع في نفقات الدولة، كل بلايدة كل وزارة تنقطع منها الشظي. منين وعدلت العملة قلنا لهم ذا بلا فايدة، عملة معتمدة علاش، لا بد من تؤمن من الثرماء، إياك تعود صناعة الحديد مرتكزة له العملة. ونختار نقول عن بداية الاستقلال الاقتصادي تمثلت فعلا بالرغم من اقتصادنا الريفي وكذا وكذا، تمثلت في بداية
استخراج الحديد في الشمال، ذا كان هو العمود الفقري للدولة الحديثة اللي نشأت. كلمة قصدك سنة 74 تميم من فرما تميم من فرما ولا قابلها؟ لا قلت العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني والدولة الموريتانية كان بداية استخراج الحديد. اثنين عندي عنه 63 هي غير هي بعد جات وطرحت بدأت 62 ديانه والله قاع 61 اتفاقي وعدلت 61 ديانه. جواب على سؤالك بي انا اختار نقول لكم اني تميت هون جاي من تونس وعدلت هون قط عدلت مسابقه في الاذاعه يدور ولا قاج واحد ونجحت غير كانوا قايلين انهم لا يعطوني تدريب ولا اعطوه لي وبقيت هون ما فات عيطت لي وزاره العدل ولا تميتي هوالي انا ولا عندي قبيله معين مستشار صحفي الرئيس الجمهوري من عينني لماذا ايت قبيله هذا ما هو خالق الساعة ما أنا الله هذا 63 هذا 63 هذا 63 لا وجود ذيك الساعة تأثير للقبيلة في التعيينات ولا وجود التأثير أفطان القبيلة في دخول الإطار كيف قال لك كاميرا سيدي بوبو عنده سيفه هون ولا لا هي ما هو رجال يعمل مولانا يرحمه كنموذج للإداري العادل ما لا هي أفطان ياسم الناس ما يقدلي وياسر الناس وجاء عقبه اللناب وجاء عقب ياسر من الناس غير بعد هذا بعطي يعطيكم فكره عن 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 موريتاني فهم نختار نختم بكلمه شفتوا الموريتاني هذا الموريتاني طبيعته طبيعه الموريتاني هي المسايره من طبائعه الاساسيه المسايره منين يشوف الرئيس هام وش متعدل يمشي معاه في شي متعدل ويقد يتخطاه فيه نشوف الرئيس مدلي راسه هام وشوخر اح موريتاني مولي خالق وش تبارك الله من المسايره ذاك الاتجاه ما هو شقط شاف دابا اخترت نضيفه. اذا شكرا الاستاذ محمد دن. الاستاذ عبد الله نطلب منك تقييم مختصر انت كباحث ومهتم تقييم مختصر المرحله من كي قال عريق بوير سما مرحلة 57 إلى 78 تقييم مختصر للمرحلة من 57 إلى 78 إذا المرحلة المختارة شكرا المرحلة الأولى تقييم مختصر فعلا أنا نبدو عايد أن نختصر أمالي واسمحوا لي الخلطة فعلا أنا لم أعايش فترة رئيس المختار ولدادة كشخص يدرك حقائق الأمور وجوهرها ولكنني كنت في السنوات يعني في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المختار ولدادة كنت تلميذا في المدرسة وأشهد على شيء واحد هو بأننا في المدرسة لم نكن ندري من نحن كنا كلنا مواطنون سواسية نتكلم بكل اللغات نتبادل بكل اللغات نتقاسم كل شيء سواء في المدرسة سواء في البيت سواء في الشارع نتقاسم نفس الألعاب ويعني كنا نعيش حياة يعني مشتركة بمعنى بما في الكلمة من معنى وإليك أن تنظر إلى حال المدارس اليوم وإلى حال العلاقات بين الشباب بين الأطفال اليوم لكي تدرك مدى شساعة الفرق بين تلك الفترة وهذه. أما في مجال البحث أنا أعتقد بكل يعني بكل موضوعية وبكل يعني بكل صراحة يعني أنا أعتقد بأن أزهى فترات الدولة الموريتانية فترة رئيس مختار ولدادة. هذا أنا مقتنع به نظرا لما سرده السابقون هنا ونظرا كذلك لما تمكن من تحقيقه في فترة قياسية يعني في فترة قياسية لأنك لا تنسى بأن لم تكن هنالك تراكمات بأنها دولة تكاد تكون بنيت من العدم وبالتالي لما وصلت المرحلة التي وصلت فيها ودخلت فيها حربا ضروسا لم تكن تتحكم في مفاصلها في مآلاتها وحتى في معاركها أعتقد بأنه من الأجدر بنا جميعا أن نرفع القبعة عاليا لذلك الجيل من البنات الذين بنوا لنا ذلك الوطن. أعتقد بأنك تحدثت هنا عن الحريات. أكيد بأن نظام الحزب الواحد ليس هو أمثل حكم يمكن الاستئناس به في بناء الدول، ولكن يجب أن تنظر إلى المرحلة التاريخية، إلى القوس التاريخي،
لأنك ستلاحظ بأن كل دول العربية لم تكن فيها ولا دولة واحدة تمارس التعددية. إذا ورك العرب ما عندهم ديمقراطية. عفوا. وفي إفريقيا لن تجد دولة واحدة تمارس التعددية السياسية باستثناء جنوب إفريقيا. وما أدريك ما جنوب إفريقيا في تلك السنوات، لأنها كانت تمارس نفس التعددية السياسية التي تمارسها إسرائيل اليوم. وبالتالي أعتقد بأن نظام الحزب الواحد في تلك الفترة كان هو الموضة. كان هو الطريقة التي تمكن بها الكثير من القادة الأفارقة أن يصهروا بها الشعوب في بوتقة واحدة من أجل التوجه نحو مسار واحد. هل كان ذلك المسار صحيحا أم هل كان ذلك المسار خاطئا؟ تلك مسألة أخرى. لكن أنا أعتقد بأن التقييم الإجمالي للفترة ما بين 1957 إلى 1978 أن أعتقد بأنها كانت الفترة الذهبية للدولة الموريتانية، كانت أنصع فترة للحلم الموريتاني، وأعتقد بأننا نقتات حتى اليوم من بركة تلك الفترة. شكرا. الأستاذ دكتور أحمد. دكتور أحمد عبد الله وصف أنه وسط فترة من 57 إلى 78 أنها الفترة الذهبية للدولة الموريتانية، انقلاب 78. يقول الانقلابيون آنذاك ومن دعمهم من السياسيين أنه وجدوا الخزينة العامة للدولة فارغة، موظفين ما عندهم الإخلاص. المنتقدين لنظام الحكم في ذيك الفترة يقول أن النظام دخل موريتانيا في حرب ما عنده لها شيء، هي حرب الصحراء وأنها أفلست موريتانيا. شكرا. أنا أود أعتقد أن الحلقة كتشخيص للحالة وتشخيص للحالة، لا يجب أن ننظر إلى الموضوع بالوردية التي نظر إليه البعض، وإن كانت نوع من الحنين إلى الماضي عند العرب دائما، الماضي يرونه بصورة جميلة. ثمة كثير من المثالب والأخطاء التي وقعت فيها، وهذا لا شك فيه، لا شك أن خصوصا من الناحية الاقتصادية وقعوا في كثير من الأخطاء. أول خطأ وقعت فيه الخطط التنموية الأولى اللي وقعت سنة 1968 حتى 1975، تشخيص للحالة الاقتصادية في موريتانيا. هذا التشخيص عندما تقرأ يجد أن مستقبل الدولة الموريتانية يقوم على تطوير الصناعات المعدنية والبنية التحتية وإهمال الجانب الريفي في تلك الفترة، على الرغم من الجانب الريفي في تلك الفترة كان يعيد نسبة 98% من المجتمع الموريتاني كان يعيش في القطاع الريفي. هذا الخلل البنيوي الهيكلي استمر مع الدولة الموريتانية حتى اليوم. معناه هنالك أخطاء في التصور وحتى في التنفيذ. هل الدولة الموريتانية كانت قادرة في تلك الفترة على أن ترسم السياسات الاقتصادية تستطيع أن تنهض باقتصاد متكامل أو متوازن؟ سنلاحظ أن الدول في تلك العالم كان مقسم إلى قسمين، كان نظام رأسمالي ونظام اشتراكي. الدول العالم الثالث كانت تسير في تحاول أن تتلمس طريق تأخذ من هذا وتأخذ من هذا، لأن ليس لها رأسمال أصلا للاستثمار، وليس أيضا لديها بنية اقتصادية خدمية ولا لديها، بالتالي هي تتلمس أين تجد تمويلات المشاريع. وبالتالي كانت المشاريع كلها التي توجهت للتنمية الموريتانية لم تكن صائبة، لأن معظم إما توجه للقطاع المعدني أو بناء الخدمات والبنية التحتية مدينة المكشوط لأنها مؤسسة تلك الفترة. وهذا إنشاء أنه قطعا خلل هيكلي استمر مع الدولة الموريتانية حتى اليوم لا تزال تعيش آثاره. هل سنجد أن هنالك الدولة في تلك الفترة، البنك الدولي، المنظمات الدولية كانت تعطي قروض بسخاء لدول تظن أن هذه الدول تستطيع أن تحقق التنمية الاقتصادية بتلك القروض. هذه القروض ستشكل فيما بعد من سنة 78 وحتى 75 ستدخل دول العالم الثالث فيما فيها موريتانيا 85 ضائقة اقتصادية ما تسمى بالأزمة الاقتصادية. وهذه الأزمة الاقتصادية من آثارها كما قلت كانت الدولة الموريتانية في تلك 78 لم يكون هنالك من الرصيد المالي ما يستطيع به تسديد الرواتب العمال، وهذا صحيح. هنالك أزمة اقتصادية، هنالك أزمة اقتصادية كانت تعيشها الدولة الموريتانية. يجب أن أعد على ما أعتقد أن ثمة كانت أزمة. يقول رأيه. أنا ما أعتقد أن ثمة أزمة اقتصادية. كانت ثمة أزمة اقتصادية. هي القضية، ما هي قضية يعني خلايا الدول عندما تصل إلى مرحلة الراتب. الدول انهارت. فعلا كانت فهم أزمة، كانت توجد أزمة اقتصادية. كانت موجودة هذه الأزمة الاقتصادية ولا مشاحة حتى فيها. موجودة أزمة اقتصادية لأن الدولة دخلت في حرب. وهي حرب الدولة لم تكن لديها من الإمكانيات المادية، وهذا صحيح، لا يوجد خلاف على أن ثمة مشاكل اقتصادية.
حتى التصور التنموي لوضع الدولة كان خاطئ. وعلى الرغم من ذلك فتم كان رجال بنات وكانت محاولة البناء، ولكن تمت أخطاء كبيرة جدا وقعت في الدولة سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية أثناء نشأتها. وعندما لا نستطيع أن نشخص الأخطاء فإننا لن يكون لدينا استشراف مستقبلي حقيقي. يجب أن يكون هنالك تشخيص دقيق، لا ننظر إلى المسألة من ناحية الوردية وكلها ورود ولم تكن أيضا كلها فساد، وإنما كانت هنالك جوانب إيجابية وجوانب سلبية، والتشخيص أعتقد أنه يبرز الجوانب الإيجابية ويبرز الجوانب السلبية حتى نستطيع أن نضع اليد المكينة على التشخيص جيد، نستطيع أن نتصور مستقبل جيد، وإذا لم يكن تشخيص جيد فإننا لا نستطيع أن نتصور مستقبل جيد. واضح. عندكم تعليق السفير بلال تفضلوا بسرعة. الجوانب السلبية قضية حرب الصحراء متوافقين عليه، غير ما يقوله في قضية الاقتصاد حتى ما قلته قبل لأنه شاطرك فيه، لأن هدي والمحمد الحبيب 1600 وشي في بورتينديك يباع فيه العلك للنصارى. موريتانيا اقتصادها ماله لعد، ماله لعد، مترخص في هذا الوطن، والزمن له هو الناس تمشي جالبة الحيوان من الحوض وتجلبه من الترارزة ولها والدول الإفريقية، معناها أن مع وقضية اقتصاد موريتانيا عنه مركز على المعادن ها غير صحيح. السيد صوما كوب في كيهيدي اللي وعدرت قضية اللحوم ما تكلمتوا عليها؟ كان الدخل أكبر من المعادن. مؤسسة الزراعة اللي وعدرت في كيهيدي واللي كونت قدر من المزارعين، ها ما جينا عليه؟ هي معناها عنه ما هو عاد لا جانب واحد من الاقتصاد، ولكن كان مخرص جوانب كاملة. شكرا جزيلا. لا تقضوا وقت بلال، لا تقضوا وقت دكتور بلال، دقيقتين ياسر لنعطيك 30 ثانية بس على المحور الاقتصادي. أنا لست ملما بجواهر يعني الناحية الاقتصادية، ولكن من الأكيد بأن الفترة بين 1957 إلى 1978 كانت هنالك دول نهجت النهج الاشتراكي، وأعتقد بأن رئيس المختار الدادة كان أقرب إلى هذا النهج من النهج الرأسمالي، وبذلك كانت التخطيط كان السياسة كان الاقتصاد اقتصادا مخططا. قد نختلف في مدى جديه او مدى نجاعه ذلك النهج، ولكنه كان نهجا اتخذه. لكن السؤال الذي ينبغي ان نطرحه هو ماذا فعل من جاءوا بعده من اجل تصحيح ذلك؟ لا ينجوهم. ماذا فعل من جاءوا بعده لتصحيح ذلك النهج؟ ما زلنا لا ينجو. دكتور بلال، تقييمك للمرحله من 57 الى 78 باختصار. لا نرجع ملي للتاريخ اللي خارج حد ما اعطيناه حقه. وبين الله سؤالكم انتم اللي طرحته في البدايه عن الدولة الموريتانية أنها شفرت استقلالها كأنه طابق من ذهب، ما نبقي نوخذ الحلقة، ما عطيت رديت القيمة للمجاهدين ورديت القيمة للمقاومة اللي أدت عن الاستعمار يغير سياسته اتجاه موريتانيا، يغير سياسته حتى أنه يعطيها الاستقلال ولو لعت ما قلتك في البداية على أن ما سيلنا الدم وعلى أن ما والنشان طابق. إيه كان سؤالك يوجه شرذة حقيقة عن خربة مقاومة وماتوا الرجال وماتوا العلايات وخلات الناس دور صوع المستعمر، واجهتوا بالقلم واجهتوا بالسلاح دكتور بلال، ويا الله نعترفوا لهم أن هذه الأجيال أنها كانت تدافع عن الكيان وأنها استطاعت أن تصوع نصارى من موريتانيا. اسمح لي دكتور بلال، أنا هو لا ينخلي عني، ما عندي رأي. إيه سوى غيرنا أنا نسير نعرف اتجاه السيلة. هذه أطروحات يطرحها بعض الناس وياضت. ما نقدر إحنا نتغذى بأطروحات ما عنده أطروحات مضادة. حقيقة أن تاريخ موريتاني ما يقدر يختصر عند الاستقلال. كنت قلت لك بيه إنه سبق الاستقلال وإن قاوموا الرجال وإن ماتوا الناس وإن سال الدم وإن كتروا النصارى وشر كلهم في كل بلد وانتقمت من موريتانيا إلين خاضوا ما هو بإرادتهم، خاضوا بهم لسياسة المستعمر كي قال لك بيه ما تلات حاكم شيء، عات الناس يتمر بالليل وطر الشيء قالوا لنيو كولونياليسم عاد ليعود نوع من امتصاص ذروات الشعوب مع طالب الاستقلال الظاهري مع انه يمتص ذرواتهم. ومنين قررت موريتانيا تحرر من فيرما وتأممها وتعدل عملتها الوطنية عاد ذاك نوع من المعاكسة للمستعمر، لين عاد كل مرة المستعمر يطر رواية جديدة كان يتم جابر شوي من عند الدول اللي كان مستعمرها، وهذا هو اللي مستمر عليه الحال حالا. لا اجتماس تكتير لا نتيجة لذا كامل. نرجع للمرحلة ما بين 57 إلى 78 ونخلي عني الجانب النقدي اللي ما خارج حكومة ولا خارج دولة ما عندها هفوات ولا عندها قصور، اللي قال له مواكبة التطور لا بد لها من عقول تعود ماشية ذاتي مع التطور. انت دولة كلها قاضي الاستغلال ولها تقريباً
كم من سنة؟ 22 سنة ولا 78 لين 7 60 18 سنة 21 سنة 21 تقريبا سنة قابض الاستقلال مستشري فيها اللي قالوا الأمية ومستشري فيها قلة القراية على المستوى بعد الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي ومستشري فيها قلة وعي الناس للدولة خارج مجموعة وقلة البنى التحتية ما فيها شيء يقوم قوام الدولة الحديثة خاوي بدأنا من صفر يا الله صهون نعترفوا عنه منين لحقنا 78 إن حققنا إنجازات قطع عنا لو كنا قبيل بقاو هذا الجيل اللي بدأ لو كان اللي بدأ بالخمول المعروف اليوم والبحث عن شوي من الثروات ياكن انقبوا واحدين انقبوا واحدين اخرين ما نعود وصلنا قاع المرحلة سنبتها نعود قاع نحاربوا ولا ما نحاربوا ونعود نأم ولا ما نأم نعود بعملتنا ولا ما نعود بها هذه الإرادة الحقيقية حد يعترف بها عن فم هفوات قطعا ملي هو الكمال اللي على الله ولا خالق حد يقول انه لا يجي مرحلة اقتصادية وظروف الاجتماعية وظروف الاقتصادية الدولية وظروف التاريخية وظروف اللي كان يعيش في الوقت اللي كان يعيش فيها ويقول انه يعود اليوم انا وانت قاعدين نقومه على اساس معطيات نحن وننساو معطياته هو ومعطيات وقته ومعطيات الظروف اللي نقول الكونديسيون اللي كان هو اللي مظروف كان هو يتطور فيه تي تحكم على الكاس انه جميل ذاك يا غير مازال يشوف كيسان زين منه شي تقول له عاقب لكن حكم ذوك الرجال كانوا فيه قال سنعترف لهم بالجميل انهم انتشلوا بعد قاعد البقايا من موريتانيا كانت قد الطائره ترجع زرو الين حصلوا لنا شيء ادنى قد نقبضوه من 78 جايين كانوا صا انزال وكانوا نتقص كان الاخطاء على تكثر ولا اقل هذه رؤيه اخرى من انت ونقوموا للمرحله من عند 78 واعدين ده نقدم الزنا لا نقومها يعني بعد تقويمي عنها مرحلة كانت إيجابية ولاني من الناس اللي يحن للتاريخ ولا يرجع للوراء بيلي مواسع عن التاريخ فيه إيجابية وفيه سلبية إيجابيته إنك تتم تقبض منه ذاك النافع وتقدم القدام وسلبيته إنك تتم راتب عليه وتقول ها حذيك الساعة وها حذيك الساعة وتنسى اليوم وتنسى الصبح وهذا هو الخطير في بعض من الناس منين يقول يامس يقول ها حب يامس ما تراجع واليوم ينساه والصبح ما يفكر فيه يا غير احنا ننعدها من تقويم حقيقي وانطلاقا من دراسة معمقة ما نعزل الاقتصاد ولا السياسة عن أهلها أهلها اللي هم أهلها اللي هم الواقيش الحيين عايشين هم الحاملين للسياسة وحاملين الاقتصاد وحاملين للتطور إلى قبل التطور لا هي يبدأوا كاملين ويعودوا يديهم واحدة وجيتهم واحدة ياك يطوروا ومن يعود فم جماعة تنطر على اللورة واحدة ينطر على زر ترانسفيرسال واحدة ينطر على فوق واحدة ينطر تحت هاي والواسة موريتانيا ما بدي تتقدم بيها اللي هلها ما بيين يتوافقوا على انها والله ياسر منهم ما بيين يتوافق على انها قال الصد شور جيها تمشي طبعا اللي قلت عن تعلق بالحزاب السياسية وجود الديمقراطية يكسع ما كانت بتخلي الديمقراطية يكسع لو كانت وعدلت نفشلوا بين اللي مازال القبيلة مستشرة فينا ومازال الولاءات ضيقة مستشرة فينا لو أن بدأنا مع الاستغلال وراها كانت رؤية بعض من السياسيين سيد مختار نجاي كان يرى أن يلا يخرج انفتاح على مستوى السياسي وتخرج تعددية سياسية يعني ما فهم دولة كيرقالك ولا فهم دولة إفريقية دكتور القبلية مازالت مستشرة اليوم والناس كانت تقول الديمقراطية ما واحد استشراء هذه الساعة مبنية على قواعد ضرك الناس فاهمة الجيل الجديد فاهم سلبيات القبيلة وذلك الساعة ذاك الجيل اللي يعيشها ما هو فاهم سلبياتها مواسعة إيجابية بكل إيجابيتها وهي ذلك الساعة سلبيتها لأنها تناقض الدولة واليوم سلبيتها ما أنها تناقض الدولة وحدها تخرب الدولة أفهم عن المفهوم مفهوم القبيلة كمفهوم ما فيه ضرر يا غير استخدام القبيلة كمفهوم أغراض ضد الدولة وأغراض تتعاكس مع الإرادة العامة للشعب هذا هو اللي فيه ضرر أم القبيلة ما قد حد يمسحها بيه اللي خارقة غير خارقة من أي كانوا جانب الإيجابي ولا جانب السلبي لا عاد جانب الإيجابي اللي تعرفوا متوافقين كاملين اللي تعرفوا كيف قال مولانا لي تعرفوا ما قال شو خارق لي تعرفوا لا عاد لا على مستوى التعرف متوافقين عليه لأن يعود اللي ياك تتخاربوا ويخرب بعضكم بيوت بعض يعود بعضكم يلود إنه ينقص من قيمة واحدين ويظهر عليهم وياك ينفيهم والله يخلقون عارات داخل القبيلة بين الأفخاذ بيناته
ويخلق ولاءات داخل القبيله، يعود ما يخلق تعيين مو بالقبيله، ولا يخلق تنقاز مو بالقبيله، ومنين يحكم حد من القبيله توجه القبيله كامله ياك ينطرس. هذه سلبيات القبيله ودارت نوعاوها، وذيك الساعه اهلها ما كانوا واعينها، واليوم يلا الناس عد واعيتها. ياك تبني بها الدوله بهذه الدوله ما كتبتنا يكون العنقاض اللي مناقض لها. شكرا دكتور بلال. دكتور واقع عثمان، تقييمك للمرحله 60 الى 78؟ اذا شكرا جزيلا. 57 على راي الوزير علي. نحن ك نحن كجيل شو باختصار لو تكرم كجيل نكون كجيل السبعينات، انا حقيقه لا نستطيع ان نقول يعني ان نقيم هذه المرحله، يعني مرحله الستينات الى يومنا، الى مرحله الثمانينات او التسعينات كما اشار اليه بعد يعني بعد عمر داعينا يعني في آنفا. لكن نستطيع ان نقول هنالك جوانب ايجابيه، هنالك ايضا جوانب سلبيه. جوانب من ضمن الجوانب الايجابيه يعني هؤلاء يعني الموظفين، يعني موظفين بعد الاستقلال مباشره يعني بذلوا جهدا كبيرا لبناء الدوله الحديثه. لكن هنالك ايضا تراكم المشاكل، يعني تلك المشاكل يعني ما استطاعوا حلها. يعني نذكر هنالك ازمات يعني حصلت، مثلا احداث 66، احداث 78، الى ما نسمي احداث 89 الى احداث 91. كل هذه الاحداث نستطيع ان نسميها كاحداث يعني في الدوله الحديثه كتراكم المشاكل، وتلك المشاكل ما زالت تؤثر على مستقبلنا، ما زالت تؤثر على الوحده الوطنيه. لكن نستطيع ان نقول يعني في فتره معاويه اسميه بالاسم، يعني هنالك نوع من تراكم المشاكل. يعني مثلا يعني في يعني التداخل المتداخل تحدثنا عن مفهوم القبيله، يعني نعرف ان مقاربه القبيله يعني رجعت بقوه يعني في السياسه مع فتره يعني الديمقراطيه. يعني يعني القبيله اخذت شكلا أخرى، أقلت قوة جديدة يعني على الدولة. يعني نحن كدولة حديثة لما نعطي قوة خاصة للقبيلة، يعني في المستقبل القبيلة ستقتل الدولة وستتراجع روح الوطنية. هذا ما رأيناه يعني في هذه الفترة الأخيرة. وبالتالي هنالك ما نسميه يعني بعدم مفهوم الدولة، يعني ما هي بعدم مفهوم الدولة وبعدم مفهوم العلاقة بين الدولة والقبيلة. يعني ما هي الدولة وما هي القبيلة، وكيف تستغل الدولة وكيف تستغل القبيلة، إلى أي حد ما استغلت يعني أصحاب السياسات القبيلة، وماذا تنتظر القبيلة من الدولة. إلى حد الآن لم نجد يعني أجوبة واضحة يعني على هذه الأسئلة. لكن نرى اليوم أن في الدولة يعني مفهوم القبيلة انتشرت، وكما تعلمون في التاريخ مفهوم القبيلة تقتل الدولة وتقتل الروح الوطنية. يجب علينا كجيل جديد أن ننظر إلى المستقبل. يعني هنالك جيل جديد، جيل السبعينات وجيل ما بعد السبعينات، هنالك صراع الأجيال في الإدارة، هنالك صراع الأجيال يعني في الوزارات، هنالك صراع الأجيال في الحكومات. هنالك يجب أن هنالك يعني نحن نرى أن هنالك حصلت ثورات في المجتمعات العربية في بعض الدول العربية، ولكن الموريتانية لم تحصل ثورة. لماذا؟ لأن هنالك تفاهم بين الأجيال، لكن تفاهم يعني حول المصالح فقط. يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل. يجب أن تؤتي الجيل القديم يعني الجيل الجديد حظها في الوطن. يجب أن لا نرجع إلى مفهوم الدولة، لا نرجع إلى مفهوم القبيلة، أو إلى إعطاء الفرصة، إلى إعطاء قوة للقبيلة ولا إعطاء قوة للقبلية أو إلى الجهوية. يجب أن ننظر موريتانيا، لأن مفهوم القبيلة تقتل يعني الكفاءات، تقتل الخبرات، ونحن لأن كل قبيلة يجب أن تأخذ حظها يعني في الوطن. إذا يجب علينا أن ننظر إلى الكفاءات، أن نعطي للكفاءات قيمتها في الدولة،
وأن نعطي للكفاءات قيمتها يعني في كل مستويات يعني في كل مستويات يعني الوطن. وهذا ما يجعلنا اليوم ننظر إلى موريتانيا بمستقبل لا بمستقبل كموريتانيا كدولة له مستقبل واضح. للأسف ضايقنا الوقت، كنا نريد أن نفسح وقتا أكثر للنقاش لكن الوقت ضايقنا كثيرا. باسمكم جميعا أشكر السادة معالي الوزير السابق الأستاذ حسن ولديدي، شكرا على تلبية الدعوة. معالي الوزير الأستاذ علي العلاف، شكرا على تلبية الدعوة. كذلك الدبلوماسي والسفير السابق بلال الورزق، شكرا. الأستاذ المحامي والمثقف الكبير الأستاذ محمد نوري الشدو، شكرا جزيلا. كذلك الأستاذ عبد الله مومدوبا الكاتب الصحفي والباحث، شكرا لكم على تلبية الدعوة. وكذلك أحمد البيا أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، شكرا لكم على تلبية الدعوة. الأستاذ الدكتور بلال الحمزة أستاذ جامعي خبير اجتماعي، شكرا لكم كذلك على تلبية الدعوة. وكذلك الأستاذ الدكتور واقع عثمان أستاذ جامعي، شكرا لكم كذلك على تلبية الدعوة. تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.